يرد على محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما معنى قوله قد كفر بما أنزل على محمد؟ الكفر كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر، كفر أصغر. فهذا يحمل على الكفر الأصغر، لأن مرتكب الكبيرة لا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة، وإتيان المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر، فهو يعتبر من الكفر الأصغر. نعم.